الله الرحمن الرحيم. انا دكتور نادر العوضي مدير مستشفى مبارك الكبير. اليوم طبعا احنا نحتفل في يوم منع التدخين العالمي. طبعا هذا يوم يحتفلون في كل دول العالم لنشر الوعي بين المدخنين لضرورة الإقلاع عن التدخين. وطبعا لجنة تعزيز الصحة في منطقة حول الصحية قامت بدور كبير وجبار بالمساهمة مع العاملين بالمستشفى وبعض الشركات المساهمة، والشكر يعني لهم جد كبير على هذا المجهود الطيب. ونتمنى أن توصل الرسالة إلى كل المدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين وضرورة المحافظة على ما تبقى من رئتهم وصحة الرئة مالتهم، لأن هذا شيء جدا مهم في حياتهم إن شاء الله.